الألم يا ناس صرختنا، دمعونا دم يا ناس قصتنا، مليان ألم يا ناس صرختنا، بعد من ليالي حاميها حراميها، عيون الفرح يا ناس مجروحة أمانيها، بعد من ليالي حاميها حراميها، عيون الفرح يا ناس مجروحة أمانيها، عين تشكي وتبكي وعين بتدور كحيلة العين، عين تشكي وتبكي وعين بتدور كحيلة العين. يا هلا 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 ابو عدنان، شو اللي سمعت؟ انت كيف وافقتي على طلب؟ شو ساوي يا عدنان؟ اوافق على طلبه ولا يصير شعر راسي قطن بيضه وانا قاعده لحالي؟ هو طول النهار والليل عند ست الحسن فوزيه، وام عثمان راحت عند ابنها، بس هذا ما هو عدل ولا انصاف، ما بيجوز يحرمك من حقك. اغسل يديك وقومي معي، قومي قومي قومي، بدي اروح احكي معه. بدي شيانة روح عند فوزية واسمع لك كلمتين؟ لا 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 يا اختي ما بروح. يا خيتي فوزية بتقدر تحكي معنا وهو قاعد؟ ابو عثمان اللي بتعرفيه زمان راح اتغير. معك حق، ابو عثمان زمان ما بيحرم اخته من حقها. وشو بدك؟ ليه جاي هون؟ بدي احكي معك، انت وافقت تتجوزني فلحة ولهسع ما صار اشي، انا بدي عقد العقد واتجوز. هو اللي بده يتجوز بنات الناس بقف على الابواب؟ وين الجهة اللي بدها تخطب؟ جهة؟ ما لقيت حدا يستاهل يمشي بجهتي. عند جهتي يا مختار، انا طول عمري وانا عايش عندكم، وانت ولا واحد يخطب لي. طيب روح حضر حالك وجيب العقاد واسبقنا على المضافة، يلا روح. حاضر. وين الشود؟ هذا الحج سلامة وبالرأي. تفضل. هذا. نادي لي فلحة. يا زهرة. الحمد لله، هيني مشغولة بالمدرسة. وشو ناوية تدرسي بعد التوجيه؟ يعني مفكرة أتوظف معلمة. طيب ليش ما بتزوريني في بيتي؟ انتي ليش ما بتزورينا؟ ولا ما عندك وقت؟ اي هو المختار بيسمح لي أروح ولا آجي؟ طول النهار محبوسة في بيتي. ابقي تعالي بنقعد وبنتسلى. إن شاء الله. عقد العقد؟ يا مبروك يا خيتي، يا مبروك يا مبروك يا حبيبتي. مبروك يا مبروك يا ايها يا ريت مبروك. ايها يا ريت سبع بركات. ايها مثل ما بارك محمد. ايها على جبل عرفه. مالك يا فلحه، بشوفك ما انتيش فرحانه مثلي. فرحانة بس زعلانة. ايه ليش؟ لأنه ما صار لنا فرح مثل الناس، ولا زغروتي ولا غنيوة ولا شباب تدبش قدام الدار. ولا يهمك، أنا برقص لك وبغني لك، المهم فرحنا إحنا. هبات
تهب وبشمالي برداشيني ما تدف يا النار لو حنا شعلنا ما يدف يا لاحظ مريوشة العيني كل ما عطشنا شربنا من ثنايا منو اللي جاي علينا بهالوقت؟ مساء الخير. الله لا يجيبك، شو اللي جابك بهالوقت؟ ان شاء الله جاي تنام عندي. هو انا مجنون، جبت لكم عشاء، انتوا عرسان واكيد ما عندكم اكل. جبت لك راس ومعه معلق. تفضل. الله يسعدك يا ابو الرهيب، اتفضل اتفضل اتعشى معنا وبعدين روح. لا معلش انا تعشيت بخاطرك. يسعد لي اياك يا ابو الرهيب. وين بدي اروح؟ وين بدي انام؟ اذا شافتني الدورية بحبسوني. عندك اسعار؟ كم ثمنه؟ ربع ليرة. عوض عليك عم. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك سيارة من مصر. يسلم ايديك. هذا أكيد من أخوي عدنان. سامي خذ هذه الرسالة وصلها لما كركا قل لها عمي بمر عليك المساء مشان يسمع أخباره. اركض. حاضر عمي. جيت أبارك لك. سمعت الطلاب صافين على الدور على الباب. قلت أجي أشوف مشان أفتح مكتبة ولبي حاجات الطلاب. أنت شو بدك مني ها؟ يوم كنت فاتح الدكانة جبت أبو سليمان وفتحت له دكانة جنبي مشان تضارب علي. هسا جاي تشوف الشغل وبدك تفتح مكتبة مشان تضارب علي؟ الشغل ما بي مضاربات. اللي معاه مصاري بيعمل كل شيء. اسمع يا ابو سعيد، اسمع، انت متنمرد على الكل لانك مش ملاقي مين يوقفك علي ومن ذراعي. اذا قربت جنبي وفتحت مكتبه مشان تضارب علي لك تلقى الموت. وساويها وشوف اني قد كلامي ولا لا. مليح اللي اجيت مشان اتسلم هيك. طول ما انا قاعده وعقلي بودي وبجيب مش عارفه شو بدي اساوي. تعودت على المشي والشغل مش عارفه اقعد. يما يما جانا مكتوب من عدنان. من عدنان؟ يما حسن ريحته. بيم ريحه عدنان يا حسن. الله يفرحك بيه ويرجعه سالم غانم. يا ربي شو بده يصبرني لما تيجي زهره من المدرسه وتقرا قدامي. هاتي هاتي انا بقرا. لا يما خلي لما تيجي زهره احسن. ما بدك تقرا؟ طيب انا بدي ارجع الشغل عند عمي. روح روح عند عمك. زهره بتفهمني اللي بيه، بتفهمني كل شيء بيه. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بالعريس. شو ليش ترك العروس وطالع ولا اظل قاعد بالدار؟
هات وزن لي رطل رز ورطل سكر وبوكيت شاي وبوكيت قهوة وملح. وشو طلبت مني كمان؟ بندورة وبطاطا. شو بشوف ما عندك خضرة؟ ليش ما بتجيب خضرة؟ انفضي بطل يبيع، جيب انت محله. تكرم، بكرة بجيب خضرة تكرم. قديش بطلع حقن هذول؟ هذول نقوط مني لك. 20 قرش نقوط؟ خلي نقوطك لك، الله يرحم أيام زمان. ما هو انت ما سويت عرس ولا ذبحت ذبايح حتى أجي نقطك. وليش أذبح ذبايح؟ ما هو موت وعرس الفقير ما حدا بيحضره. وزل لي إياهن مستعجل، خليني أروح أجيب خضرة. حاضر حاضر. خالي وين المكتوب عشان أقرأ؟ هسه بجيبه هسه بجيبه. يا حبيبتي يا زهرة، يا حبيبتي يا زهرة، اقري قدامي بصوت عالي. حاضر يا خالتي. شو ها؟ هذه إلي يا خالتي. طب اقري اللي إلي. والدتي الحنونة. استني يا بنت، اقريها من الأول. يلا يا حبيبتي اقري. والدتي الحنونة. يا حبيبي عدنا. بعد تقبيل أياديك الطاهرة أبدأ رسالتي. كم أنا مشتاق إليك وإلى حنانك، أتذكرك دائما يا أمي، وخصوصا في الليل وأنا أدرس، عندما كنت تأتيني بالحليب والزعتر حتى يعطيني القدرة على الدراسة، وتسهرين إلى جانبي من أجل راحتي. ربما تأخرت عليكم برسالتي، والسبب أنني لم أكن في وضع يسمح لي أن أكتب لكم لعدم الاستقرار. تفضل. يا الله يا مختار، أنت جايبني هون ليش؟ البيت فاضي وما بي غيري وغيرك. مشان أخذ راحتي معك بالكلام. اللهم اجعله خير، بس ما تكون زعلان من فوزية. لا مش زعلان، بس فوزية مصاريفها كثيرة وطلباتها أكثر وأنا مش ملحق عليها. بدي إياك تحكي معها تخفف من المصروف الزايد وتقضب إيدها شوية. يا مختار ليش ما تحكي معها أنت؟ أنت جوزها وطاعتك واجبة. أنا حكيت معها لكن ما سمعت كلامي، وأنا ما بحب أكسر بخاطرها ولا أزعلها. بحكي معها وبكسر رقبتها كمان. وبي شغلة ثانية بدي أحكيها معك. شو هي؟ قول. البيت اللي ساكنة بيه بدفع أجاره لأبو السعيد، والشهر على الباب فتح غمض وإنه خالص، وانت شايف البيت هذا قديش كبير وشرح وفاضي. فلحة تجوزت وراحت لدار جوزها، وام عثمان بدار ابنها. ليش ما تيجي تسكن هون وتوفر علينا أجار البيت؟ أنتوا لما طلبتوا مني أسكنها لحالها عشان كانت تتهاوش مع فلحة وام عثمان، هسع ما بي حدا، البيت إلها لحالها. أنا الليلة باجي أسهر عندكو وبحكي معاها قدامك. بس ما بدي تفهمها إني شكيت لك. احكي معها كأنه الحجي منك أنت مش مننا. لو إيش خبيتيها؟ اقريها، بدي أسمع شو مكتوب بيها. يما هذه ورقة امتحان يما. كمان ورقة الامتحان بتخبيها عني يا زهرة؟ طيب اقريها خلينا اسمع شو مكتوب بيها. بتفكريني هبلة ومش عارفة؟ يما انتي ما بي بنت بتخبي على امها، وما بي ام ما بتحب الخير لبنتها. طب شو رايك انتي يما؟ رايي انك تقري وتنجحي بالتوجيه وبعدها فرج. Thank you.
طيب ليش ما جبت امي وخواتي معك يابا؟ يمكن يلحقوني، بدريش. طيب يلا يا مختار، روح جيب لنا عشاء على البدري. حاضر. لا يا مختار، اقعد. ما بدنا عشاء. لا لا، ما بصير. لازم نسوي لكم عشاء. وشو اجيب يا فوزية؟ بلاش اقعد اطبخ بهالليل. جيب لنا كباب وشقف ولبن وخبز. وشو هذا الكباب وشو شقف؟ هذه يابا لحمة، لحمة مشوية على الفحم، زاكي كثير كثير بتشهي. وقديش بيطلع حقهن؟ وانت شو لك بحقهن يابا؟ حق خروف. يابا هذا تبذير، والمبذرين اخوان الشياطين. انت قاعدة بتبذري بمال جوزك، اشي على الشرايط واشي على الصالونات واشي على اللحمة. مش مقدرة انه جوزك طالع من خسارة كبيرة، والمرأة اللي ما بتقدر مال جوزها وبتحافظ عليه بتكون قليلة أصل. وإحنا يابا مش قليلين أصل، إحنا قليلين مال. وعمر الفقر ما خلى بني آدم قليل أصل، ولا عمر المال رفع لقليل الأصل أصله. أنا بصرف مثل ما هالستات اللي مثلي بصرفن يابا. شو اللي مثلك الشفوزية؟ أنت قدامي طلبت منه يروح على المطاعم يجيب أكل بدل ما تطبخي هون بدارك. غلطت وقلت قدامك. بعدين ليش ما ترجعي على دار المختار؟ ما دام اخته تجوزت وما في حدا بالدار. هو اللي حكى لك مش هيك؟ انا من ساعه ما شفتك يابا قلت ابوي مش جاي يسهر عنا لله، اكيد في ورا جيته اشي. انا جاي اسهر لحالي وما حدا حكالي، بس الاشي واضح قدام العين. هذه الدار ليش مستاجرينها؟ ما دام بي دار كبيره وشرحه وبدون اجار. وشو بضمن لي بعد ما ارجع اسكن هناك؟ ما ترجع عم عثمان ويمكن فلحه كمان، حدا بيقدر يطردهن؟ لا، انا من داري هاي ما برحل يابا، والمصروف اللي بصرفه هو راضي بيه وبيقول لي ايش بدك اطلبي، والكباب هو اللي بيجيبه، ولا انا شو بعرفني بيه؟ يعني ما بكفي ظلمتوني وجوزتوني لواحد اكبر منك يابا، كمان بدكم اياني ارجع اعيش مثلي مثل الختيار ام عثمان؟ لا يابا، أنا من حقي أعيش الشباب اللي انضفى مع واحد ختيار مثله، مشان هيك بده يصرف علي غصب عنه. ولا ليش يتجوز وحدة قد بناته إذا مش قادر يلبي لها طلباتها؟ أنا عارفة، عارفة إنه هو اللي حكالك مشان تيجي تحكي معي الليلة، لأنه قال لي قبل هيك وأنا رفضت. لكن أنا الليلة مروحة معك يابا، مروحة معك وما بدي إياه، ما بدي إياه، ولا بدي عيشته، ولا بدي مصروفه. لا، بتظلي بدار جوزك. ما بدي إياه يما، ما بدي إياه، طلقوني منه. كيف انطلقش منه عاد؟ هو على كيفك يعني؟ يما، يما هذا ختيار، أنا مش قادرة أتحمله. ليش وافقت عليه من الأول؟ وافقت عليه من شانكو يما، من شانكو، بس هسا خلص بطلت، بديش إياه. مش على كيفك. إذا كان جيستش منه غلط، طلاقك منه أكبر غلط، والغلط ما بتصلح بغلط. الناس ما رح يرحموك، رايحين يقولوا لو المختار ما شاف عليها اشي ما طلقها. هذا غير مراقبتهم إلك وانت رايحة وانت جاية. بعدين يا بنيتي البنات ما هم سالكات، شلون عاد المطلقات؟ وين الشاب اللي بده يتقدم لك؟ مش رح تلاقي غير واحد أرمل عنده أولاد ولا ختيار مثل المختار. بعدين الزلمة مش مقصر معك، بتلبسي أحسن لبس وعايش أحسن عيشة، وطلباتش كلها أوامر، بكفي إنه بحبش. بعدين إيش بيها لو طلب منيش تخففي المصروف؟ مش هذاك الغلط اللي عشانه تطلبي الطلاق وتخربي بيتش بيدش بدل هالمصروف الزيادة؟ حوشي بكرة صار ما صار إله بتلاقيه. أنا ما بدي إشي يما، ما بدي إشي غير إن أعيش حياتي. شو هذا اللي سمعته؟ قال فوزية ست الستات زعلاني؟ الله جابت يوم كامل، ساعديني واحكي معها. بالأول أعرف شو الموضوع وليش فوزية حبيبة قلبي زعلاني. قال بده ياني أرجع أسكن مع عثمان وفلحة. شو؟ هذا حكي ما بصير، الأول وشرط آخره رضا. المختار وعد إنه يستتك ويدللك، ليش رجع بكلامه؟ مش قادر يعيشني يم كامل، طلع فرقع لوز فاض.
مش على خاطره، مش على خاطره. اسمعي يا حبيبتي، انت تجوزتي وهو قد ابوك عشان ماله، لا تردي عليه. اللي بده يصير جمال لازم يوسع باب داره، بنات الناس مش لعبه. لا ترجعي له الا باللي اتفقتوا عليه. وين الذهب اللي كان بده يشنشلك بيه تشنشل؟ هذول هذول بس. وين العيش اللي كان بده يعيشك اياها؟ اسمعي، انت بعدك صغيره وبول عمرك، اذا هسع ما دللك وهو قوي، امتى بده يدللك؟ يا اختي احنا بدنا الوفق. وانا بدي مصلحه فوزيه حبيبه قلبي. اسمعي، بترجعي له اذا وافق على شروطك واللي نطق بيها. وانتي ان شاء الله تكوني فهمتي اللي قلته. يمه، سمعتي اللي قالته ام كامل؟ يا بنيتي عشان تعيشي حياتك لازم تأمني نفسك عن العازم. المختار عنده اراضي كثيره، اطلبي منه يسجل باسمك قطعه ارض تنفعك. المره الشاطره يمه هيك بتساوي عشان تأمن حالها وتعيش حياتها، مش تتطلق وتطلع خسرانه من كل اشي. احنا اتفقنا تسجل باسمي دينمر. دينم؟ شو بدك بيه؟ خذ ناشف احسن لك، الناس عندها موارث وانت عندك دلم. قديش بدك تعطيني ناشف؟ 50 ليرة. شو؟ انت شريت على 70 الدنم، يعني بيطلع لي 70. ابو سليمان انا ما بزعلك. ها يا سيدي، هاي 60 ليرة وتعريفة حمرة فوقهن ما بدفع. وليش خصمت 10؟ بدنا نشتري هدية بيهن لزهرة، انت ما بتهتم بيها وما بخطر عبالك تشتري لها شيء. زهرة صبية وهسع بتقدم توجيهي، لازم تهتم بيها. تعرف لو عندي واحدة مثل زهرة بشنشلها بالذهب. برجع بشرط واحد. ها؟ معلش يابا، ارجعي مع جوزك. برجع بشرط واحد. خلط وشرط اللي بدها اياه. تسجل باسمي قطعة أرض. ايش؟ قصدي ما هو أرضي وكل ما أملك إلك يا فوزية. حتى لو كان إلي، أنا حابة تسجل قطعة أرض باسمي. حاضر. غالي والطلب رخيص، شو بدك كمان؟ يا بنيتي يا فوزية، شو بدك أحسن من هيك؟ مني بصح لها جوز يدللها ويلبي كل طلباتها وبتزعل منه. ارجعي يمه، ارجعي لدارك مع جوزك واحمدي ربك على هالنعمة اللي انت بيها. بس يوفي بالشرط برجع. لا، عيب يابا، المختار وعد وانتي ما ظللش حجة. بكرة من الصبح بروح على دائرة الأراضي وبسجل الأرض باسمك، بس تكوني راضية. مالك ما بتاكل مثل الناس؟ بيشي؟ لا ما بيشي، هيني بوك. عجبك الاكل؟ مبين عليه مش عاجبك. كيف مش عاجبني؟ زلمه ديش. وليش ما قلت عنه زاكي مثل الاول؟ وين راح كلامك الحلو؟ ولا خلص بطلت تحبني؟ كيف بطلت احبك؟ انا بحبك وبموت ولا بحبك. بس هسا صرتي مرتي. زمان كنتي حبيبتي وبس، ولازم اسمعك حكي حلو عشان تضلك تحبيني. شو بدي اقول يا دهش؟ قول اللي بدك اياه. معقول تسكت عن حقي وتسمح للمختار ياخذه مني؟ انا من الاول قلت لك انه ما بدي اشي من هالدنيا غيرك، وهيني اخذتك.
طيب شو الغلط يقول لنا قطعة أرض نعيش منها؟ من ناحية الغلط مش غلط، بس أنا ما بحكي. حتى ما يقولوا دهش طمع لما تجوز فلحة وصار يطالب بحصتها. امسيكوا بالخير. كيف حالك يا حبيبتي؟ دهش؟ كيف حالك؟ اهلين ام كامل. وبالمهلك بتتعشوا؟ تراني من الصبح على لحم بطني. عسيرة البطن صار بي شيء ولا بعد؟ بدرس. طب وانا كمان في الجامعة، بس بعد الجامعة وين بتروح؟ كيف بتقضي وقت فراغك؟ بالبيت بدرس. طب شو رايك تجي معاي اعرفك على شلة شباب؟ اما نشوف على كيف. معلش انا عندي بحث ولازم اخلصه مرة ثانية عن اذنك. على راحتك. ايوه صباح الخير. صباح الخير ابو عثمان. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله خير. قلت اجي لك على البيت احكي معك. ترى جايت البيت بتلزمها. تفضل اهلا وسهلا. يلا تفضل. يا سائر. يا اهلا وسهلا. اهلين فيك. خير ان شاء الله. جيتك بهالوقت اكيد بي شيء مهم. ترى اللي اجيت بيه بدك تعطيني اياها. ابشر يا مختار، انت عزيز وغالي. اطلب. هذا يا سيدي سلامي نسيبي السنه بده يرجع للفلاحه، وجاني بده يزرع ارضي معه، وطلب الارض اللي بعتك اياها قبل ايام، وانا جاي توافق له يحرثها ويزرعها مع باقي الارض. بس هيك؟ هاي بسيطه. انت بتؤمر امر يا مختار، بس مهلني أسبوع وبرد لك الجواب. خير، شو بي؟ يا سيدي هذا بمجموعة من دكاترة الجامعة بدهم يبنوا إسكان، وبيدوروا على أرض قريبة من الجامعة مشان يبنوا عليها، وهالساعة بي مفاوضات بيني وبينهم، ممكن أبيعهم إياها. حتى لو بعتهم مش رايحين يبنوا الإسكان قبل الصيف الجاي، يعني سلامي بيقدر يزرع الأرض ويفلحها براحته. إذا بعتها ملكيتها بتروح لغيري، ما بقدر أتصرف بيها. أنا جيتك على دارك وما بدي تفشلني، ما بدي سلامي يصلت علي فوزية، مش ناقصني مشاكل وجع راس. على راسي. تعرف لو بلغي البيعة ما بفشلك يا مختار، بس قول لسلامة ما ينسانا من المونة على البيدر. أنا مش طالبه لا الربع ولا الخمس، هو ذمته. تكرم يا ابو سعيد، تكرم. يا حوينتك يا هالبيت، بقيت معمور والناس رايحة جاية وهسا بوابك مسكرة.
الله يطول عمرك يا هاشم بيك اللي زفتت كل الشوارع. وعلى عملي على عملي نارك يا بني بتحرق بي يا ضياء. والله يا بني قومي طفيها رشي على القبر لو ساطوا الماي. مالك ما تطيح؟ بي وراي شغل بعمان الليلة بعد ما تسكر بتمر علي على الدار. بي شي؟ لو بدي اقول لك هسا ما بطلب منك تيجي على الدار الليلة بتيجيني مش تطولها. حاضر حاضر يلا. لا ما بوافق. ليش يا اخوي؟ ما هي مسكرة وما بيها ناس، على القليل لما نسكن بيها بدير بالي عليها. تظلها مسكرة ولا تسكنوا بيها. يا اخوي الخش اللي احنا قاعدين بيها المي بتعبر علينا بشتة وبتدلف. مش انت اللي اخترتي دهش واخترتي خشته؟ اتحملي. انت بتعاقبني بعد هالعمر لاني اخترت دهش؟ دهش بسوى 100 زلمة من اللي خبرك بيهم وانا مش ندمانة. مبروك عليك، بس لا تقربيني ولا تطلبي مني اشي. بس انا الي حق بالدار. هذا اللي كنت خايف منه وحاسب حسابه، بعد ما يتجوزك يقعد يلعب براسك تطلبي حقوق. انت بصمتي على ورقة التنازل عن كل اشي اليك. امشي يا فلح امشي، ما بدنا اياه ولا بدنا داره، خشتنا احسن من داره. احنا همنا نفتح الدار قدام الناس بدل ما تظل مسكرة. تظلها مسكرة ولا تسكنوا بيها. وانت مش ناوي ترجع على دارك؟ شو ارجع اساوي؟ هذاك ملهي مع الست زبيدة وما بيجي على الدار، وانت تجوزتي. ارجع اظل قاعدة لحالي بين اربع حيطان شو جابرني؟ والدار تظل مسكرة ومهجورة والناس تحكي علينا؟ هيك اخوك بده. اسكني بيها انتي. مش قابل، بيقول تظل مسكرة ولا اسكن بيها مع دهش. اهلين يا عمتي. هلا هلا هلا. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. يا هلا. كيف حالك امه؟ هلا حبيبي هلا. شو منين طالع الشمس اليوم لما تذكرتني؟ من الشرق، بس ما جابني غير المر. خير ان شاء الله. يا عمتي يا عثمان، انت ليش ساكت على اللي بصير بينا؟ ليش ما تيجي وتحكي مع ابوك؟ شو بدي احكي معه؟ هذا ابوي مش اخوي. اروح اقول له انت غلطان باللي سويته؟ وليش ما تقول له؟ ابوك مش بعقله، تارك داره فاضيه وساكن بدار بالاجار وببيع من الارض وبصرف عفوزيه. يعني لو رحت له وحكيت معه يمكن يطردني ويقول لي هذا مش شغلك، امشي اطلع برا. طيب خلي ام عثمان ترجع تسكن بالدار بدل ما تظل مسكره. اذا حكيت مع امي كاني بطردها من بيتي، وانا مرتاح لقعدتها عندي لانها بتدير بالها على اولاد طول ما احنا في الشغل. وبعدين انا مريضه، كل ما مني بوجعني. هون اقرب على التكاتره براجعهم وقت ما بدي. بدي تشياني ارجع هناك للهم والغم، ايش وجابرني؟ طيب انت يا عمتي ليش ما تسكن بي وتفتح دار ابوك بدل ما تظل مسكره؟ كيف اترك بيتي هون وشغلي وشغل مرتي واسكن هناك؟ مثلك مثل هاللي بيجوا عشغالهم وبروحوا كل يوم. لا صعب علينا وعبير ما بتقبل. يا جماعة غلط اللي قاعد بصير بينا وغلط نسكت عليه. يا عمتي أنا مرتاح هون، وأمي لو قعدت فوق راسي على قلبي أحلى من العسل، وغير هيك ما بدي. ورضك اللي قاعد ببيع بيها قطعة ورا قطعة وبصرف حقها على بنت سلامة، ما بدك إياها؟ ما هو قال لي أبوي طول ما أنا عايش ما لك إشي عندي، ولما أموت ورثني. هذا ضي خلالك إشي وراء تورثه. ما هو يا عمتي أنت غلطتي وسمحتي له يبيع، مش لازم تعطيه الوكالة. ولا كان أنت الوحيد اللي بينا بتقدر تمنعي وتحكي معه؟ ما هو أنا اللي لازم أوكل الكف على وجهي. أبو عثمان. نعم. قوم روح على السوق جيب لنا فواكه وتسالي، بزير وقضامة وفزدق وشوية قهوة. وليش هذول؟
شو بي عنا؟ اليوم العصر بي عندنا زيارة. صاحباتي اللي تعرفت عليهم في الصالون. اتفقنا كل أسبوع نعمل قعدة في بيت واحدة فينا. واليوم القعدة عندي. عندك مانع؟ لا. هسا بروح على طول. آه صحيح. نسيت أهم شغلة. وشو هي؟ الجاتو. شو هذا؟ جاتو يعني كيكس. انت روح لكافيتيريا ابو سعيد وقول له بدي قالب جاتو. جاتو؟ ايوه. طيب بس ان شاء الله ما انسى اسمه. انت ظلك قول اسمه طول ما انت ماشي لبين ما تصل. جاتو. صح. جاتو. 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 تفضل. شكرا. اسلام ايديك. على عافية. اهلا. اهلا يا مختار. الله عافيك. بدي تسالي بزر وقضامة وفزدق. وقديش بدك؟ ها؟ وزن وقيتين. ولا اقول لك خليهن ثلاثة احسن تسوي لنا مشكلة. تعرف يا مختار اني صرت اغار منك. ليش؟ وشو هالعز اللي انا بيه لما تغار مني؟ كل هالعز اللي انت بيه ومش عاجبك. عندك صبية دايرة بالها عليك، تسالي وفواكه. هذول عشان الستات اللي جايات تزورنها اليوم. هو انا الي سنان تكسر بزر وقضامة؟ انو ستات؟ هذول اللي بروحن على الصالونات متفقات يساوين زيارات وكل مرة عنده حدي. واليوم القعدة عند فوزية. يا نيالك. وانت بتقعد معهن يا مختار؟ ها؟ وشو أقعد أساوي بين النسوان؟ بعدين فوزية ما بتقبل. يلا يلا استعجل لك شوي خليني أروح أشتري الفواكه. يلا. مش بعقله. مش بعقله يا خيتي مش بعقله. كأنه معمول له عمل. ولا بي واحد بيقبل يترك داره ويسكن بالأجار ويبيع أرضه كلها ويصرف حقها على فوزية وأنا أخته بيحرمني من حقي. بيحرمني من حقي يا غايتي. بيحرمني من حقي وما بقبل أسكن بالدار. تعرفي بدي أدلج على هالواحد. تروحي له وتحكي معه. هو اللي بيقدر يوقف أبو عثمان عند حده. أنا عارف كل إشي وحزنان على اللي صار له، لكن ما باليد حيلة. شو بقدر احكي معه؟ اضغط عليه. سمعه كلام قاسي. انت الوحيد اللي بسمع كلامك. يمكن على يدك يتغير ويرجع لعقله. هذا الحكي كان زمان يا اختي لما كنا عايشين مثل العيله. هسه الزمن تغير. بطل الواحد يمون على اخوه. بوعدك اني اشوفه واحكي معه مع اني عارف النتيجه سلف. اللي بدي اياه انه يرجع يسكن بداره اللي مسكرها وساكن بدار بالاجار ويبطل يبيع من الارض. المختار أكيد في حدا بلعب براسه لما صار هيك. أبو السعيد هو السبب. هو اللي سعب جيزته وهو اللي شرى أرضنا بتراب المصاري مشان يصرف على فوزية بنت سلامة. مين؟ افتح يا عدنان. فتحي شو جابك لهون؟ جاي نعرف مكان سكن. هي شغلة صعبة إنه واحد يعرف مكانك. بعدين أنا جيعان بدي أكل. في عندك أكل؟ شو؟ ملوخية؟ ولا في ملوخية؟ من عند الجيران. آه يا خبيث. مدكن. أغلبيت مهو قاعد في البيت. أقول لك شو رأيك تروح عند جارتك؟ كلها صاحبة أجا عندي ورجبت منها صحن كمان واحد. فتحي شو جابك عندي بهالوقت؟ مش لما نتعشى بالاول؟ هذا هو الموجود وغيره ما بي، وجود من الموجود، مش هيك احنا بنقول؟ يا اخوي عدنان انا سرقت يا اخوي، مصاري كلها راحت مش عارف شو بدي اسوي. لا، انت ما انسرقت ولا نيه، انت خسرتهن بالكباريه. شو عرفك؟ كنت هناك؟ انا ما بروح على هيك محلات، انا مش جاي اتفسح هون، انا جاي ادرس وارجع لبلدي. طبعا انا كمان جاي ادرس، بس يا اخي
ساعي لك ساعي لربك، مش كل وقت دراسي. لا أنا كل وقت دراسي، لأنه لازم يكون هيك. شو بدنا نقنع بيه يا هاشم بيك؟ الرجل اتجوز بنت أصغر منه بخمسين سنة وطول نهارها بتلعب بيه لهم. إحنا مش لازم نسكت، الرجل بهمنا، إحنا الثلاثة لازم نقعد معه ونقنعه بلكي يرجع لصوابه. أنا بقيت مفكرك بدك تحكي معنا عن انتخابات البلدية وما خطر ببالي المختار وسوالفه. البلدية وانتخاباتها مطولة، مش هسه وقتها. أنا رأيي الحكي مع المختار ما في من وراء إلا سواد الوجه إلنا كلنا. ليش؟ لأنه هذا الحكي لازم سويناه من الأول ونصحناه إنه ما يتجوز، لكن هسع فات الأوان والفاس وقع بالرأس. إحنا بنعمل اللي علينا ومنحاول نقنعه يرجع لبيته ويدير باله على باقي الأرض اللي ضايلة. منكون هيك عملنا اللي علينا. اللي بتشوفه إحنا موافقين عليه، ولو إني ما بحب لا أشوفه ولا أحكي معه. أنا ببعث له بكرة يجي يسهر عندي هون، وبتكونوا أنتم موجودين كمان. بس قبل ما نحكي معه لازم نشوف سلامة أبو مرته ونبهد له بعد. هو كمان لازم يحكي مع بنته، يعني إذا فوزية حاكم المختار بحكم السن وماشي مثل ما بدها، هو لازم يشوف بنته ويحكي معها، ولازم يمزع رقبتها مزع. إحنا لازم نحكي على الانتخابات الجاية ونتفق على رئيس جديد غير هاشم. هذه مفاجأة ما كانت على البال، شو اللي جابها على بالك يا أبو السعيد؟ أنا مش قلت لك إنه هاشم مش راح يفرح بيها بعد عملته معه مع عدنان وعدنان؟ وحتى ما ينجح لازم نبدأ نشتغل من هسا. بس هاشم بيك محبوب عند الناس لأنه بيخدمهم وبيمشي معهم. محبة الناس لحالها ما بتكفي، إذا أقنعناهم إنه مش مهتم بالبلد وتاركها سايبة بغيروا رأيهم بيسمعونا. بعدين البلد قاعد العمار بنتشر بيها مثل النار بالهشيم. البلد لا بيها أرصفة ولا شوارع ولا عمال نظافة ولا نوادي ولا منتزهات. البلدية ليش انوجدت؟ انوجدت مشان تقدم خدمات للناس، وهاشم مش مهتم. بعدين تعال أقول لكم، هي ورثة عن أبوه بكفيه. أنا برشحك أنت تنزل للرئاسة. أنا يا أبو سليمان مش طمعان بيها، وإذا طحت ما بنجح، بس أنا بدي أدعم مرشح ونجحه وانزل معه عضو مجلس. مين هو مرشحك؟ أنت. أنا؟ صعب، ما بقدر، بعدين نجاحي مش مضمون. إذا بدنا نضمنها لازم نشتغل عليها من هسا. أنا مش فاضي للبلدية، وأنت بتعرف أنا وراي مصالحي، بعدين أنا بادي مشروع كبير في عمان، إذا دخلت البلدية بخسره. والبلدية شو بدها تأخذ من وقتك؟ ساعتين باليوم والباقي لشغلك، وأنا معاك نائب رئيس بساعدك إذا كنت مشغول. طيب خلوني أفكر وأدرس الموضوع مليح، ما بدي أتورط. أدرس على كيفك واحسب على مهلك، بس لازم تعرف إنك المرشح القادم. اسمعوا، أنا بي عندي اللي يجيب لنا أصوات كثيرة. منو؟ فوزية مرت المختار، صاير تساوي قعدات للستات اللي تعرفت عليهن بالصالون، بنقولها يقنع جيزانهن ينتخبن جلال بيك. وأنا بضيفهم كامل لأنها بتعرف كل نسوان البلد. شو؟ مش شايف؟ منين هذا؟ امبارح كانت واحدة من اللي زاروني لابسة مثله، اليوم نزلت على السوق واشتريته، حلو مش هيك؟ وقديش حقه؟ 50 ليرة، رخيص مش هيك يا ابو عثمان؟ 50 ليرة؟ وشو ظل معنا؟ أخذت المصاري واشتريت بيهن، ومنين أجيب لك مصروف هسع؟ شو أسوي لك يعني؟ اشتهيت ألبس مثل صاحبتي واشتريته. منين أجيب لك مصاري يا فوزية؟ اتداين من أبو السعيد، أنا اللي بيعجبني لازم أشتري. هذا كثير يا فوزية، كيف تأخذ المصاري اللي مخبيهن للعازي
وتشتري بيهن ذهب. أنا ما ظل عندي أرض للبيع. بيع البيت بدل ما هو مسكر وفلحة عينها عليه، شو بدنا بيه؟ أبيع بيتي. بدك تبيعيني بيتي يا فوزية؟ أبيع بيت العيلة، بيت المختار. أبيع بيت المختار مشان أصرف حقه عليك. مدام ما ظل عندك إشي تبيعه، بيعه. صدق اللي قال، يكفيك شر من كان جعان وشبع. وانت يا فوزية جعاني ومش بنت أصل. أنا أصلي أحسن من أصلك. أنت اللي ما عندك أصل. أنت حرمت ابنك من كل مالك، وحرمت أختك من الجيزة مشان ما يجي واحد ويشاركك بحصتها من الأرض. ولما تجوزت دهش بصمتها على تنازل عن كل حقها، وتجوزتني وانت أكبر مني بأربعين سنة، وطردت مرتك اللي عاشت عمرها كله معك على الحلوة والمرة عشان نفسك. وهسا عملوا بينا قليل الأصل، اللي انظلم ولا اللي ظلم يا ابن الأصل. رحم الله اجرك، رحم الله اجرك، رحم الله. يا جماعه يا اخوان، غدا المجبرين عندي، ما حدا يتاخر، ما حدا يروح على داره. افلحوا يا اخوان. الله يبارك فيك يا هاشم بيك. رحمه الله عليك ابو عثمان. موت وخساره لنا كلنا في هيك مواقف، كان اول واحد يعزم. انا حزنان عليه من كل قلبي. ابو عثمان رجل فاضل وقليلين امثاله. ضاع منا واحنا بنتفرج عليه. كل واحد بالدنيا باخذ نصيبه. انا مش رايح عند هاشم بيك. لا لا يا ابو السعيد، هاي مش منيحه منك. في هيك مواقف الواحد بنسى كل شيء. لحظه الموت صعبه، والانسان بتذكر فيها نفسه، بندم على كل شيء عمله غلط. مزبوط بتحكي يا جلال بيك، لكن ابو السعيد ما بهمه، وهو واقف فوق القبر بكون له حساباته. طبعا الحساباتي هاي دعايه انتخابيه، انت كان لازم تعزمني. بهيك مناسبات المرشح الذكي بيستغلها مشان يكسب اصوات. لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله، ما لنا نصيب نشوفه ونقعد معاه، منيته سبقتنا. الله يعوض عليك يا سلام. الله يسلمك. شو اللي صار معه؟ صابته سكتة قلبية وهو قاعد بالدار من القهر، ما قدر يتحمل. شوف 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 شوف، مش عاجبه الحكي. من عمايل بنته صابته السكتة، أي علي يلجي؟ لو إني أنا القاضي لحكم عليها بشنك يا رجل، حرام عليك. أوه أوه أوه. هي شو ذنبه؟ بكفي جوزوها إله. يلا يا جماعة تفضلوا يا أخوان. يلا يا أخوان تفضلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شرفوا يا أخوان، شرفوا. تفضلوا يا اخوان، شرفوا يا اخوان. الله يرحمك يا ابو عثمان، الله يرحمك. كان جمعت البلد وحاميها، وما بي واحد دخل داره الا وطلع راضي. الله يرحمك يا ابو عثمان. الله يعوقك انت وجذبك بس. لولا رحت لها على بيتها ولا كان فضحتنا بالبلد كلها. مليح اللي بنتك دبرت حالها بحياته، يعني طلعت بشي ينفعها. سايق الله عليك، سايق الله عليك بكامل دسوقتي. الناس بيش وانت بيش. خيتي اللي مات الله يرحمه، أنا قلبي عليها، مش أنا جدتها، وأنا اللي سعيت بجيزتها. سكتي 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 سكتي. أنا بدي أشكي عليها وأحطها بالسجن. من هي؟ فوزية. شو دخلها فوزية؟ ليش تحطها بالحبس؟ أنا سمعتهم بإذني بيقولوا إنه هي السبب في موته. شو يعني؟ حطت له سم بالأكل؟ كان الدكاترة عرفوا.
وبعدين ليش تتسمه؟ وهو باعنا كلنا عشانها، باع أرضه وصرفها عليها. اتركك يما من هالكلام، انت عقلك كبير، لا ترخذنك للقيل والقال. أبوك مات من زمان، من يوم ما تجوز فوزية. أنت السبب يا أبو السعيد، ظليتك وراه لما قضيت عليه. أنا اللي جبته السكتة القلبية؟ أيوة أنت، جيزته من فوزية هي السبب، أقنعته يتجوز بنت أصغر منه وما قدر يتحمل. إذا جيزته من بنت صغيرة تقضي عليه، ليش يسمعني؟ ليش يوافق؟ إذا ما كان بخاطره ما بوافق. بعدين يا أبو سليمان، إذا بقول لك ارمي حالك كبير وبتعرف إنه خطر على حياتك ترمي حالك؟ شو هالكلام الفاضي اللي جاي تسمعني إياه؟ أنا كلامي مش فاضي يا أبو السعيد، لأني بعرف كل إشي وبعرف شو كان بدك منه. أنت حفرت له هالحفرة ووقع بيها وما طلع منها. أنت مالك الليلة؟ هالقد متأثر بموت المختار؟ طبعا موت المختار قتلني، ندم لبسني البوس، كنت كل يوم بشوفه بموت وأنا ساعدت بموته، رفضت دينه سكر ورز وشاي مشان يروح عندك وبيعك من أرضه. أنت شو بدك من هالدنيا يا أبو السعيد ومن المال اللي عندك؟ مدام ما عندك ولد يورثك، يمكن عشان هيك حاقد على الناس وما بتحب تشوف حدا مرتاح. مخالبك طولن يا أبو سليمان، صار بده نقص. ليش سويت بي هيك يا ابو سليمان؟ ليش قتلتني؟ ليش سويت بي هيك يا ابو سليمان؟ ليش قتلتني؟ ليش سويت بي هيك يا ابو سليمان؟ ليش قتلتني؟ لا انا ما قتلتك، ما قتلتك، لا ما قتلتك. مالك تحكي مع حالك؟ وين زهرة؟ روحي نادي لي عليها. حاضر يا زهرة. زهرة تعالي ردي على ابوك. قيمي لك قيمي، ما بدك. لا حول الله يا ربي. حاضر حاضر. نعم يابا. يابا يا زهرة، روح توضي والبسي على راسك وهات القرآن اقري منه كم من سورة. يلا يابا. حاضر يابا.